حياكم الله متابعينا الاعزاء، واهلا وسهلا فيكم في تجربه بايك دي جي 40، السيارات اللي اثبتت قدرتها وجدارتها عند الجيش الصيني، سيارات ذات قوه وصلابه وتحمل. شوفوا معانا واستانسوا. حياكم الله متابعينا الاعزاء، واهلا وسهلا بكم في تجربه بايك. معنا اليوم بي جي 40، السياره اللي اثبتت جدارتها عند الجيش الصيني. هذه الشركه هي اللي تصنع سيارات الجيش الصيني. بالحديث على بي جي 40، الواجهه عندنا لمبات فول ال اي دي، بالاضافه الى الاضاءات النهاريه وايضا اضاءات نهاريه في الاسفل مع كشافات فول ال اي دي. كروم موجود في الشبك الكبير، بالإضافة إلى وجود الديفيوزر من الكروم واثنين شناكر باللون الأحمر، وأيضا موجود عندنا اللون الأسود للتطعيمات اللي تعطي الشكل الرياضي. امتداد التطعيمات باللون الأسود من الصدام مع الرفرف إلى نهاية السيارة. كفرات البي جي 40 مقاسها 265-65 وكبر الجنط 17 بوصة. المراية فيها الاسطب الخاص بالإشارة اللي يساعد على لفت انتباه الناس الجايين من يسار ويمين السائق. فئة السيارة هذه اللي هي الشامبيون هي الفول كامل. المراية هذه فيها النيكل، بالإضافة إلى وجود هذا التاج الخاص بالبايك بي جي 40 الشامبيون، وعندنا الباب هذا مع السقف كله تقدر انك انت تشيله زي هذه السيارة.
خلفية البي جي 40 عندنا علامة البي جي 40 ال وعلامة البايك، لمبات فل ال اي دي في الخلفية، وعندنا اضاءات الضباب، اربع حساسات موجودة في الخلف، والكروم اللي هو الديفيوزر، بالإضافة إلى وجود الكروم اللي يساعد على حماية الصدام. البي جي 40 الشامبيون 2021 فيها ثلاثة كاميرات، هذه الكاميرا الأولى اللي هي وقت الرجوع، والكاميرا اللي فوق، بالإضافة إلى الكاميرا اللي موجودة في المراية الأمامية. هذه الكاميرات تعمل عمل الداش كام وتسجل لحظة بلحظة. البي جي 40 فئة الشامبيون الفل كامل عاطينك ميزة جميلة جدا، حاطين لك صندوق لحفظ الأمتعة، وتقدر أنك تخزن فيها أي شيء تحتاجه بكل بساطة وعلى قصة الوكالة. حنتكلم الآن على داخلية البايك بي جي 40 2021، فنلاحظ أنه صار في تعاون كبير جدا بين شركة بايك وشركة مرسيدس، ولعلمكم أنه شركة بايك الصينية هي المصنعة لسيارات مرسيدس وهونداي في الصين. طارة البايك البي جي 40 مغطاة بالجلد مع التطريز، وعندنا هنا أنظمة التحكم بمثبت السرعة، وهنا التحكم بالميديا أو المسجل. الشاشة الموجودة أمامكم تتجاوز 10.2 إنش، وهنا التحكم الطبيعي بالإسطبات يمين ويسار، وهذه المساحة. من عندنا اليسار هنا نقدر نحن نتحكم بالتراكشن كنترول ونظام النزول من المنحدرات وصعود ونزول الإضاءة وقوتها، والتحكم بالمرايات يمين ويسار. موجودة مراية هنا خلفية تكشف لك كامل الواجهة الأمامية مع التسجيل، لا سمح الله صار حادث أو شيء، موجودة وتسجل لك وتوثق لك، ونقدر أن احنا نستطلع على الكاميرا الخلفية اللي هي موجودة فوق في سقف السيارة. الشاشة اللي موجودة هنا هي شبيهة بشاشات مرسيدس، فهي شاشة من 10.2 إنش، وعندنا فتحات التكييف، والجلد الموجود على الطبلون مطرز بلون بوية السيارة. هذه فتحات التكييف تقدر انك تقفلها وتفتحها كذا، ستارت انجن، وهذا الدبل الخفيف والدبل الثقيل، وضع السبورت، وضع الثلج، وترفع الصوت وتوطي الصوت من هنا. التحكم بالتكييف تحكم آلي، محاط بالبلاك بيانو، ايضا هنا محاطة بالبلاك بيانو، وعندنا الجير من 6 سرعات، وتتوفر خيار التابترونيك، 2 كاب هولدر، ولاعة او مخرج 12 فولت، وعلامة البي جي 40، مساحات تخزين، وهنا نقدر نتحكم بالمنيو الكامل بالشاشة، فينجر بريك مع الوقوف الآلي عند الإشارة، وهذه سخانات للمقعد اليمين والمقعد اليسار. الإضاءات المحيطية متوفرة في فئة الشامبيون في كل مكان، فنلاحظ أسفل الباب في إضاءات محيطية، علامة البي جي 40 مضاءة بالإضاءات المحيطية، وعندنا هنا إضاءات محيطية إلى آخر الباب الأيسر. وزيادة جمالية للبي جي 40 للشامبيون، لاحظ أنه عندنا اليد حقت الباب بلون الكروم المطفي، وعندنا البلاك بيانو، ومساحة تخزين هنا، ومساحة تخزين تحت، ومساحة تخزين أيضا هنا، والجلد، وأيضا عندنا الدايمون كت مخيط باللون الأزرق اللي هو نفس لون السيارة. ما بخلت شركة بايك في جودة التطريز وجودة الجلد المستخدم في سياراتها، فنلاحظ انه هذا الجلد نفسه مستخدم في سيارات مرسيدس، وايضا مخرم هنا وعليه طبقات من اللون الازرق.